وظبط لنا الاكل. والله العظيم يا علي المبتاع اللي انا عملتها امبارح دي تحفه. المكرونه اللي انا عملتها امبارح دي والله العظيم تحفه يا علي. انا ما دقتها. ما هو انت ما دقتهاش عشان انت كنت اكلته النهارده بالليل نعملها تحفه بصوص ال. بس انت مش مهتم بيا في الاكاديمي بصراحه. مش مهتم. لا بتاكلني ولا بتسال عليا ولا بتشوف مالي. وانا ليه حسيت فجاه ان انا امك ليه؟ لا انت بتعملي اكله مصريه وانا اهتم بيك. بس بقول له ليه عادي. انت كبير يا عباس. لا ما هو لك كان بيقول لك. ما انا هقول لك على حاجه اصلا هايدي. ما انا هقول لك على حاجه. بص يا عم بص هايدي. الفكره في حاجه هايدي. انا كنت الاول اول ما دخلنا الاكاديمي ساعد مدرسه كنت مهتم بيكي صح علي؟ عشان انا اول ما دخلت الاكاديمي كنت مهتم بيها. بس ظهر الناس اللي بتهتم بيكي. ما عادش ليها لازمه. ولا يا علي؟ الله. ولا يا مروان في المروان؟ فهمتي بقى ان انا ما عادش بهتم بيكي لان خلاص اخواتي بدأوا يهتموا بيكي وانت ما عادش فارق معاكي ان عباس يهتم بيكي زي الاول. يا راجل انا كنت اسالك. اتعصب بس مش بالصدفه. انا بقعد اسالك خلاص ده كان زمان. وكل حاجه قوم قايلها عباس كان زمان. عباس اخويا الكبير. لا 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 عباس ظهري. خلاص كان زمان. رجلي ظهرك اتكسر. ومحمد ده ايه؟ محمد سعد. يعني انت فاهمه بيبقى المفروض المصريين كانوا يبقوا كده يا سعد كده في الاكاديمي كده كده فجاه بقى عملوا كده كده كل واحد بقى في حاله كل واحد بقى بيبيع انت فاهمني؟ والله بحاول بس محاولاتي فاشله لان في ناس ثانيه بتحاول محاولات ناجحه. لا. لا لا انت صح في اللي انت قلتيه بس المشكله فين؟ اللي بيحاول محاولات ناجحه هل الثاني بيدوا له فرصه انه ينجح؟ لا نفس النقطه والله فهمتي؟ لكن انت لو حاولتي محاولات ناجحه هديكي فرصه انك تنجحي. ليه بنت بلدي؟ الطرف الثاني. هو يعني انا فاتح الخط ساعتها. انا فاتح الخط على طول. انا عملت من اول ما جيت الاكاديمي وانا فاتح الخط. عندي شيء مشكله. انا فاتوره مش كارت. عندك حاجه اضحك اضحك يا علي. صدر واسع. علي علي فاتح بقى علي على شركه موبايلات. علي ولا فارق معاه. هنا كويس شويه فينا شويه وهنا شويه وهنا شويه. تعالى يا سوسو تعالى. تعالى يا سوسو تعالى. هيموتني من الضحك. تعالى قول لي. بس بقى ايه؟ لا هو بودي كارد. هو ده هو قالها الاساتذه بتاعتك. انا كنت هضحك على ضحك الاساتذه. بتهزر. بان احنا عملنا انا وهو مع بعض. انتوا طول النهار بتعملوها بقى لكم اربع ايام. الله. انا بتاعتك على ضحك الاساتذه. اسمع عملها زي سوسو. ايه احنا في البودي كارد اصلا. سهله. الله سهله. امال بيصعبها لي. البودجارد اصلا طالع كلهم يطالعون كده شوفوا يا عم ايش عندكم يا ايش بتسوون اول ما انت وقفت انت ونسيم مما ماتوا ضحك قبل ما نبتدي المشهد اول ما انت وقفت انت ونسيم ماتوا ضحك هو ما تخيلش لا وماتوا ضحك تاني بقى يعني احنا عاملين بنغني اما ده دخل على سهيله وبيقول لها ممنوع التصوير وهي بيقول له سيبها بيقول له لا لا ممنوع التصوير هو كده عارف يعني الفنان بيقول لها بيقول له سيبها لا 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 المشهد اللي انا عملته انا وبينا وشنطه تقول لي انت كنت رهيب مين قال لك؟ احنا بنمدحه كل شويه انزل افتح الباب واخش عليه قلنا طيب فعلا ما دام انا ايه امبارح اخر مشهد ما دام كارلا هيطلع محمد احنا شفناك كتير قوي المره يا ابني ما دام كارلا بعد المشهد بتاعكم انت وايهاب عملت كده والله العظيم نامت يا ابني احنا قلنا امتى احنا وصلنا كتير احنا قلنا رابع صح؟ انتوا رابع رابع ايوه لا رابع لا لا كل المشاهد رابع احنا الخامس كانت السبعه كانت سبعه احنا خامس ايفال وكان عدى ساعتين اصل المشكله كمان في حاجه ان احنا كنا بناخد وقت في كل المشاهد ان احنا ندخل حاجات ونخرج حاجات دي في حد ذاتها بتاخد وقت يعني انت عارف يعني ايه الايفال الخامس ولغايه الساعه 7 يعني من 5 ل 7 ساعتين ايفال خامس خمس اشخاص بس خمس ايفال الساعه 7 كان لسه اثنين كان عند الخامس الساعة 7 لا كان خامس ايفال الساعة 7 كان فاضل السادس والسابع بس كان طويل كل مرة احنا بنخلص 7 الا ربع كان يوم طويل امبارح فعلا أول ما سمعت إن أنا أول ما سمعت إن أنا هصحى الساعة 6 شكة جت في قلبي كمان فاهم أقسم بالله ما بحبش أنا الصحيان بدري ده خالص ما بحبوش واحدة صحيحة يا ابني بقول لك أنت جيت قاعد عارف إن أنت هتقعد عايز ترتاح شوية إحنا يوميها بقى ماشي مش مهم كل الكلام ده عارف يعني إحنا يوميها كنا شايلين هم إن إحنا الساعة 6 رجعنا هنا 10 ونص خدنا بعضنا رحنا البرايم من 10 ونص ل 12 بالليل أنت ما بتعملش أي حاجة غير إن أنت قاعد صاحي ومش راضيين يخلوك تنام عايز إيه تاني يعني كل ما تيجي تنام يقول لك ما فيش مهم يا جماعة صحيت الساعة 6 وتطلع براحتك انزل بص كده لا 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 مرة فنمت شوية ولقيت مين؟ قال لها صباح الخير قمت مغمض انا فجأة لقيت مين اللي بيصحيني؟ مروان ببص كده صباح الزفت لا انا عشان اكتر يوم المقلب كان اول واحد صحيت لما هم جم صحونا يوم ساعتها من المقلب اول واحد صحوني يومها انا وخلوه صحيت الباقي
فمجرد ما عملت لي كده انا كمان انا ماشي ومتفاجئ بتاعهم دايم فاهم يوم الجمعه ما حد بيصحيني بقوم على طول يوم الجمعه يا جماعه انا في البيت في البيت حاطين التلفزيون عندي في الاوضه فبص بقى يا معلم ماتشات اكل وشرب ياكلوا كل حاجه يضربوا وانا نايم نايم انا ميت مش نايم انت عندك عشان كده انت سبت تصحى كده تلعب هو ده يعني انت بتعرف تلعب بلاي ستيشن ايه تعرف؟ ايه انت بتعرف طبعا نلعب نطلب الواد ده بيعرف طبعا نفسنا نطلب مره أنا. مره واحده وياخدوه يعني مره مثلا ساعتين ثلاثه نعمل دوره بيننا وبين بعض وياخدوه انا ارسنال انا بلعب بارسنال لا ولاد بس بنات لا طبعا ده هيبقى في تكسير ده المنطقه دي كلها تتكسر ساعتها اقسم بالله تتكسر ساعتها العيطه دي انا ارسنال يا معلم وهتلاقي تي 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 ارسنال تي تي كله يا ابن الذين اقسم بالله لا لا ساعات البلاي ستيشن كل الناس بتنسى نفسها طب نطلب نزل نطلب والله العظيم نفسنا نطلب ده نطلب عارف ايش ما هنكتب هنكلم نعرف ماشي خلاص ومره كده احنا مع بعض ننزل كلنا لما ما نشوف نعرف. فيلم احسن عشان احنا بنعرف منين ونعمل ده برضه نجيب فيلم ماشي ونجيب بوب كورن ومش بعيد كمان واحد يقوم يعمل لنا فيها اللي هو نعمل ده يعمل لنا قاعده نعمل ده 2 و3 ممكن نجيب حاجات انت والله ما تنفعش اصل 4 و5 صعب والسبت والحد صعب يا جماعه صعب اقول لكم 2 و3 2 و3 الجمعه لا بعد البرايم لا 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 2 و3 صح عشان ايه لا لا 2 و3 احنا امبارح ما كانش عندنا حاجه من بعد الجبال والنهارده ما بقاش عندنا حاجه من بعد النوميني انا عايز اكسر طب والناس بقى اللي هتعمل نوميني هتبقى زعلانه لا انا ما عادش حد بيزعل اصلا مفيش ضوافر اصلا كمان ممكن ترى نجيب راجل مش عارف نص ساعه خلاص وبيستسلموا هيعملوا ايه يعني اما يزعلوا هيرجعوا تاني نجيب راجل هنا كمان ونستسلم ونعبي ال يلا عايز وننزل بره الحق لا بس عشان البنات كمان عشان بيتفرجوا فيلم وموفي يعني على بلاي ستيشن واحنا في الايفال بيقول لي لا بس انت واضح انك دمك خفيف ومشاركاتك قويه انا شايف عباس نزل لما نزل يعني انا ما ادري انت نزلت لما نزلت يعني انا بشوف عباس فيرم لا لا كنت قاعد مركز معاك اول ما قمت عند البتاع دخلت وبعدين بقى ايه قمت جايب المايكين فاهمك اني كنت بجيب اغراض بقى للمحل قمت داخل عليك بقى عملنا النمره الصغيره دي هو احلى حاجه من الايفال يعني انت فاهم مش رخي يعني لذيذ يعني حلو فاهم مش الواو انا ايفالنا كان ضايق وانا لذيذ وغنى وبتاع بارك انت ونسيم كان رخم انا مش ما فهمتش حاجه كان طويل كان طويل غنى هايدي بس لا والله كان طويل بس حتى غنى نسيم انا ما لاحظتوش يعني هو نسيم غنى بجد ولا بس هو نسيم غنى عشان ايهاب كان بيقول ان احنا الايفال بتاعنا طويل انا قلت لايهاب ايفالنا حتى لو طويل لغايه 3 ارباعه بس والله لا ايفالنا ما كانش طويل قوي كده نسيم تعال شويه ايفالنا كان رخم كنا احنا قاعدين ما بنعملش اي حاجه خالص ايفالنا كان رخم ايه ايفالنا كان رخم يعني يمكن اللي خلى الايفال شويه يبقى في حركه ان يبقى مفهوم شويه انا ودينا هم مشكلتهم ان هم دخلوا تك 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 غنى على فكره مدام نيري الصبح يعني انا كنت شويه بقعد اعمل كده فاهم نسيم اللي هو ودينا نفس القصه بتبص لي تقول لي ما صاحبك تعمل لي كده من ورا اللي هو صاحبك يعني رخم فاهم ولا معلش الحاجات دي ممكن تفهمهم بقى لكن هم كانوا مندمجين في الغنى هم ما لهمش علاقه باي حاجه انا بقول للبرامج نيري الصبح قالت الكلام ده قالت يا جماعه انتوا ركزتوا على التمثيل اكتر من الغنى قالت الغنى كان المفروض يبقى اكتر من كده بس احنا عملنا الصحه يا سو انا ارتحت كده خلاص انا قلت كده صح ولا ايه صح مش شايفه انه صح ولا تفضلي بقى طول ما انت واقفه وعارفه انت بتعملي ايه ده ايه محمد البس الشاكيت البس الشاكيت ام فين الجاكيت البس الشاكيت ام فين عشان كده برد هايدي تحت فين هايدي انت شو قلت ما فيه عندهاش رياضه قلتها في الاخير هايدي يعني ما اعتقدش طب بص لي كده تنسى في النوم بس كانت اسرع من كده كانت اسرع هي اسرع لا هي قالتها اسرع من كده فاهم كانت حلوه كانت طالعه حلو كده لا لا حلو لا انا شايف رافائيل بدا يضبطها رافائيل عيد بليز عيد اللغه حلوه حلو 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 هو اللي طلع من تحت الجاكيت ده حته سهله كده لا بس مع الشعر حلو عيد بس كمان شوف شعرك كيف شوف جميل 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 رافائيل اللي طلع اول اسبوع منين بيتكلم معايا ما هو حق مين طب بدك رد